لم أوفق فده يكفيني حب الناس. وفي بقول انه ربنا سبحانه وتعالى اقول يا رب انه يولي من يصلح. اذا كنت انا او غيري، كما انه لو انا ربنا سبحانه وتعالى ما قدر لي شيء النجاح، انا مستعد لمن ربنا يكتب له النجاح اكون عونا لي بافكاري معاه، بمجهودي معاه، بتواصلي مع اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اراد لي النجاح. جزاك الله خيرا. استاذ عبد الواحد، من المعلوم لدينا ولدى الجميع ان فكره نزول الاستاذ عبد الواحد او ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ ده بالطبع هيأثر عليه كرجل قانون وكرجل اعمال. ازاي انت تحملت ان انت ممكن ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتكون عضو في مجلس الشيوخ المصري تتأثر اعمالك؟ شوف، طالما انت نيتك الخير دائما وعاوز تساعد، فربنا سبحانه وتعالى بيعاونك. انت عاوز تكون في خدمة الناس، تمام؟ هل لما انت في نيتك خدمة الناس بقدر ما تستطيع؟ ان الله في عون العبد، طبعا ما دام العبد في عون. ايوه، فربنا سبحانه وتعالى، شوف انت لو ساعدت واحد وفتحت باب رزق لانسان، ربنا سبحانه وتعالى هيعونك ويفتح لك 10 ابواب.